هل العدل جروب ظلموا نيلي كريم في وضعها في القالب الشهير اللي اتعامل عليه كوميكس، انه نيلي مكتئبة وحزينة ومعيطة وبتاع، وهي نيلي مش كده يعني طبعا، وشفناها بعد كده في حاجات وكده بالمناسبة في حاجات يعني افلام وكل كان زمان حاجات يعني غبي منه فيه، كانت نيلي طالعة ولا كئيبة ولا حاجة خالص. فهل ظلم العدل جروب نيلي لما حطوها في قالب؟ اعتقد العكس، يعني احنا جبناها من نص ممثلين وهي دلوقتي بقت يعني تعتبر يعني اذا كانتش اهم واحدة من اهم. طب ده دلالة ان انت عندك برضو رؤية، انت شايف قدرات عندها الناس جاز مش شايفينها غيرك. شفتوا فيها ايه؟ شفت كل ادائها كوم وادائها مع العدل جروب كوم تاني تمام. وما شاء الله رفعها السماء ما شاء الله. هي عندها ما عندها السقف، ان اللي عندها شيكابالا كده في الكورة مالوش سقف، مالوش سقف. اكتشفت ده ازاي؟ تتوقع اكتشفت وهي بتمثل معاها في حديث صباح المساء من 20 سنة فاتوا. هي مش اول مرة. وخد بالك الله يرحمه استاذ محسن زايد، الله يرحم الجميع. خد بالك كل احنا في الوسط ده من زمان 22 سنة كمان. قدرت تبقى فاهم مثلا ان كامل ابو ذكري دي كانت بتساعد معانا وهي صغيرة، فانا شايف تطورها وهي بتكبر وهي كذا، ونيلي شرحه وناس كتير قوي يعني ناس كتير في الوسط انا شايفينهم بيكبروا قصاد عينينا، وايه اللي كمل وايه اللي قل وايه اللي زاد. فنيلي من الممثلات اللي ما لهمش سقف، تفاجئك بتمثيل مشهد انت مش متخيله. اما تجيب لها بقى مرة مندو مرة تامر محسن ومرة سامي عبد العزيز، هو بيطلع منها حاجات غير الحاجات بس هو بالتالي لا هي ما ظلمناهاش ولا حاجة، هي في اهم حتة موجودة. ولما جينا بعد ما الناس قالوا الكوميكس اللي انت قلته ده عاملين 100 وش فنجح جدا برضو جد. ثم هي اللي خد بالك كمان المتلقي بتاع الدراما محتاج طول الوقت مواضيع اجتماعية، يعني هو احنا للأسف شديد الثقافة والتعليم قليلين او في الوطن العربي كله مش في مصر، فاغلب الناس البسطاء بيتثقفوا وبيستمدوا ثقافتهم من المسلسلات والافلام، وبالتالي ضروري تبقى انت مهتم جدا باللي بتقدمه للناس لان انت بتحاول تفهمه منه حاجة. الموضوع مش بس شوية هزار ولا بعض الساعات يبقى فيه ضرب ومش عارف كل ده، انا بحب نقدم يعني اتمنى طول الحاجات نقدم رسالة وانا شغالين عشان الناس تفهم. هاخدها من كلمة 100 وش، العدلية ملهمش غير وش واحد حقيقي ده بالتجربة يعني صحيح. ادي حاجة. الحاجة التانية العدلية وش، يعني بيقول الحاجة في وشك تعجبك او ما تعجبكش، انا بقول اللي انا شايفه صحيح. 100 وش نجح بنيلي كريم واسر ياسين ولا سر نجاحه هم بقية ابطال المسلسل؟ ما فيش حاجة في الدنيا اسمها في مسلسل عمل جماعي بس نجاحه لأسر ولا نيلي، ولا أسر عمره كان كوميديان ولا نيلي عمرها كانت كوميديان، ولا كاملة بذكر عمرها عملت فيلم كوميدي ولا مسلسل كوميدي. يعني ده أقول إن الفكرة دي كانت فكرتي أنا، إن هنقدم نيلي إنها نصابة كانت فكرتي أنا شخصيا، ثم جبنا الناس زي ما كنت بقول في اول جمله ليا اللي هتنفذ لنا ده، فكانت كامله بذكر مستغربه جدا انها تعمل كوميدي، وانا كنت واثق تمام الثقه في قدراتها. انا كنت على فكره في نفس السنه دي كان عندي سامي عبد العزيز بيعمل مسلسل دراما اجتماعيه ليسرى اسمه خيانه عهد، فكانت الناس كلها بتقول لي ليه ما بدلتش، انما هو الطبيعي ان انا شايف ان سامح يقدر يعمل وعمل حاجه حلوه جدا وهي كمان عملت حاجه حلوه، الباقي بقى ده اختيار كامل. سامح برضو صاحب افيه يعني طبعاً. سامح ده لو مثل ايوه بس ده شربات لا شربات شربات. هي بقى دور المخرج بعد كده هي كملت بقى العصابه دي، هي عملت لهم كاستنج وشافت الادوار وقعدت مع اللي بيكتب والراجل اللي كاتب سواء وائل يعني عمرو الدالي، هو يعني الموضوع منظومه على بعض. وبرضه اولهم الشركه مش تحيز والله، واخرهم الشركه نفس الناس دي. يعني اديك مثلا هنا ممكن انتاجي اما كانت الناس بتعمل مثلا بيقولوا لنا ان البطل ده جاي منين، فبنعمل 20 ثانيه كده يقول لك انه يعني كان جاي من هنا ودي خلفيته، دول بيصاروا في كذا يوم كلفوا كتير جدا بس هم عاملين ستايل عاملين طعم عاملين شكل، فتقوم توافق عليه غيرك ما بيوافقش، فالمهم المسلسل يقل ومش عارف تمشي من مسلسل يقل وتصور عدد يقل وهكذا، فيطلع منتج كويس او منتج وحش.